أدق أنا دق على محمد عيسى أخذ الأخبار منه دقيقة. ألو أبو عيسى، السلام عليكم. عرضتوا قبل شوي اللوكيشنات اللي تحت الطافية، الشباب وين يقعد؟ والله الشباب من حقك محمد عيسى يقول الكهرب على الفاضي، الكهرب نفهم. محمد عيسى يقول أنا مكلم أبو هشام ليسوي طبخ ليسوي غدا، احنا جالسين ننقذ اللوكيشنات الفاضية. قلت إيش احنا، يقول الشباب يجي الأكل فاضية برا مهربين، يقول الشباب في تلفوناتهم على الغرفة داخل، الشباب متسيبين، الشباب يقول حنا في اليوم 30 يطالبون، حنا واجد 25 رجال يوم جو 10 ولا واحد فيهم حضر، ما في الا عادل المطيري، ترى عادل حاضر عشان عنده محور. ايه تلقى قاري الاوراق قبل شوي مر عليه وشايفها يقول خلني حضر محوري واتجمع، يخاف ولا امس راقد يخاف ينام. عموما رساله اخيره، شكرا لكم. عموما